دعت المعارضة الكينية اللجنة الانتخابية إلى إعلان فوز مرشحها للانتخابات الرئاسية رايلا أودينغا، مدعية أنها تستند في ذلك إلى نتائج تشير إلى حصوله على 8 ملايين صوت مقابل 7,750,000 صوت للرئيس أوهورو كينياتا. وتتناقض هذه الأرقام مع نتائج مؤقتة نشرتها اللجنة عبر موقعها الإلكتروني تشير إلى فوز كينياتا على منافسه الأبرز أودينغا. هذا فيما أشاد مراقبون دوليون بإدارة الانتخابات الرئاسية في كينيا، وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي إنها لم تلحظ أي دلائل على تلاعب رغم شكاوى المعارضين والاحتجاجات في أماكن متفرقة من البلاد.